أهلا بكم مرة تانية، ما زلنا في هذه التغطية الحية والمتواصلة دائما لأبرز التطورات في مصر. وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على أبرز ما ورد في الصحافة العالمية والمواقع الأجنبية بصحبة الزميل والكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ عزت إبراهيم. برحب بك مرة تانية أستاذ عزت. قبل الفاصل أشرنا إلى تقرير منشور على موقع الأمم المتحدة، هو في الواقع تصريح منسوب لمفوضيات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، تدعو فيه السلطات المصرية للإفراج بشكل عاجل عن جميع الأفراد المحتجزين بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل ما وصفته بالتصعيد المثير للقلق في تضييق الخناق على المجتمع المدني في مصر، على حسب طبعا تعبير هذا البيان. هل بالفعل المجتمع المدني في مصر والناشطين في مجال حقوق الإنسان مستهدفين من سلطات الأمن؟ احنا عندنا مشكلة انه ما فيش معلومات كاملة عن اسباب المداهمات واسباب القبض على البعض واطلاق سراحهم ايضا في نفس الوقت. يعني انت عندك في 6 تم القاء القبض عليهم يوم الاربعاء وتم اطلاق سراح 5 منهم، المعلومات مش متكاملة. بالتالي مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقرها في جنيف أطلقت هذا البيان بتحسبا لمزيد من عمليات المداهمة، لأنه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي هو بيرأسه النشط السياسي المعروف خالد علي له وجود على الساحة الدولية وله اتصالات، وبالتالي هو ربما كانت هذا رد الفعل نقل الصورة على هذا النحو نتيجة أنه خالد علي شخصية معروفة بالنسبة لهم. لكن بشكل عام أعتقد أنه بالفعل نحن محتاج كثير من التوضيح عن أسباب ما يحدث، لأنه إحنا ما تنساش أنه كل قصة خبرية الآن بتنشر عن مصر دائما بتجد فيها أسماء علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومة، ودون أن تكون هناك رد حقيقي من السلطات حول الملابسات، يعني ممكن تكون في بسبب تحدي قرار المظاهرات تنظيم التظاهر هناك الاتهامات موجهة للثلاثة السابقين، لكن في هذه الحالة ليست هناك معلومات كافية. بالتالي المجتمع الدولي بينظر إلى قلق إلى متى يعني هل هناك من مزيد في هذه الأعمال. لكن على الرغم من هذا أول أمس كان في لقاء ما بين الرئيس المؤقت المستشار علي منصور وعدد من الشخصيات الشبابية المنتمية للقوى الثورية وناقش معهم إمكانية تعديل خارطة الطريق، وخلال هذا اللقاء طلب منهم قائمة بأسماء المحتجزين من الشباب على ذمة قضايا تتعلق بالتظاهر ضد قانون التظاهر، ووعد بالبحث في الإفراج عنهم ما لم تثبت عليهم تهم ممارسة العنف. لكن حضرتك أشرت دلوقتي إلى عدم رد السلطات على مثل هذه البيانات والمواقف الدولية. في إطار خبرتك في الشأن الدبلوماسي، ما الذي يجب على الدولة المصرية أن تقوم به حيال مثل هذه المواقف التي تدين فيها منظمات دولية ما تدعي إن هو موقف من السلطات المصرية ضد الناشطين في حقوق الإنسان؟ أن يكون هناك بيان حقائق واضح ينشر على الرأي العام الدولي والمحلي قبل الدولي، وأن يوضح فيه كل ما هي ملابسات مثل هذه الأعمال. لا يترك الأمر وزارة الخارجية حتى يتصدر الدبلوماسيين لكل شيء ويدافعوا عن سياسات ويدافعوا عن تصرفات أمام المجتمع الدولي، ينتقدها المجتمع الدولي ويحمل الدبلوماسيين أكثر مما يحتمله. يعني برأيك أنه لم تصدر عن السلطات المصرية أي بيانات تفصيلية حول هذه الأمور ولم تصدر يعني المنظمات الدولية اللي بتصدر مثل هذه البيانات تسمع ما تريد أن تسمعه فقط؟ بالتأكيد القنوات بين المنظمات الدولية من مثل المفوضية الأمم المتحدة وبين المنظمات المدنية في مصر أقوى بكثير من اتصالها بالسلطات المصرية. بالتالي هناك قنوات مفتوحة مباشرة والخبر يذهب في وقته وفي لحظتها على طول صدر. تشوف انت كمية النشر على الفيسبوك وعلى تويتر الخاصة بخبر مثل خبر مركز خالد علي، هذا يدل على انه المجتمع المدني المصري لديه قدرة على الوصول للمنظمات الدولية بسهولة، خاصة عندما يكون البعض من النشطاء الحقيقيين في الشارع المصري. خالد علي ايضا يتصدر العدد من القضايا الخاصة بحقوق العمال والحقوق الفلاحين وغيره، وبهذه الحقوق أو هذه المكتسبات التي في الدستور سيتم تصديرها على أنها مصر تبدأ ملاحقة من يحاولون أن يأتوا للناس بحقوقهم. فبالتالي أعتقد أنه لابد من صدور بيانات حقائق فورية عن كل ما يحدث في مصر، ليس بالضرورة أن تكون السلطات متعسفة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك رؤية أو رأي واضح في حتى
تذهب للمنظمات الدولية ما وراء الخبر وليس مجرد الاستماع إلى طرف واحد. وعدم الاكتفاء بالوفود الشعبية في هذا الإطار، كنا بنقيم دورها قبل قليل في الفاصل. طيب ننتقل بقى قليلا من الشأن المصري المحلي وكيف انعكس في الإعلام الغربي إلى قضايا أخرى دولية زي الأزمة السورية. شبكة صوت أمريكا الإخبارية ذكرت اليوم أنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي أعلن أمس أن هناك 26 دولة، في أخبار أخرى وصلوا 30، ستتم دعوتها لمؤتمر جنيف 2، إلا أنه تم استبعاد إيران من القائمة بسبب الرفض الأمريكي لوجودها في المؤتمر. طبعا أمريكا بالفعل استبعدت إيران، لكن هي ألحت في مشاركة السعودية. السؤال هنا، طبعا كل الأطراف التي لها علاقة وتحتك بالأزمة السورية مدعوة إلى هذا الاجتماع، هل مصر مدعوة إليه أم لا؟ مصر مدعوة، مصر في القائمة التي سوف تذهب إلى جنيف 2، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعلم إذا كانت مصر ستذهب إلى المفاوضات أم ستذهب إلى الافتتاح. الافتتاح سيكون في أحد المدن السويسرية يوم 22 يناير. ونعمل إيه بالافتتاح؟ يعني صوتنا يبقى موجود في المؤتمر. لا أعتقد أنه كل الدول ستشارك في المفاوضات على المائدة، ولكن هناك دعوات حتى لأطراف دولية، دول موجودة في مجلس الأمن زي البرازيل، تم توجيه الدعوة للكويت والسعودية والجزائر. لأنه قيل أستاذ عزت، لكن أنت عارف أنه المدعوين لهذا المؤتمر الدول سواء اللي محتكة بشكل مباشر في الأزمة أو اللي فيها عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين، ومصر فيها عدد كبير منهم. فلها صوت بالتأكيد يجب أن يسمع في هذه الأزمة. أنا أعتقد أنه وزارة الخارجية المصرية محتاجة لإيضاحات، نحتاج منها لإيضاحات بشأن حجم المشاركة المصرية بقياسا زي ما حضرتك قلت أنه حاجة عدد اللاجئين السوريين في مصر. عدد اللاجئين السوريين في مصر عدد ضخم طبعا. ربما وصل ل 300,000، فهذا يستوجب أن تجلس على المائدة مع بالتساوي مع الجميع حتى تبحث في مستقبل ما يحدث في سوريا. عايز أقول أنه أسبانيا ستدعو ممثلي المعارضة، ده الأهم الخطوات اللي قبل 24 يناير، أنه أسبانيا ستدعو ممثلي المعارضة السورية لاجتماع في مدينة قرطبة في 9 يناير، محاولة لم شمل المعارضة السورية وأن تتفق على وفد واحد. في نفس الوقت الحكومة بشار ستعلن عن وفدها خلال أيام. بشار سيسبق الأحداث بالإعلان عن الوفد السوري الرسمي الحكومة السورية الذي سيذهب في الوقت الانقسام المعارضة كبير جدا، والائتلاف السوري لا يستطيع أن يعلن عن نفسه باعتباره متحدث باسم السوريين أو باسم المعارضة السورية حتى هذه اللحظة. نتيجة هو إلى الآن في استبعاد أنه المعارضة السورية تستطيع أن توحد نفسها في وفد مشارك في هذا المؤتمر. بالتأكيد، لأنه المقاتلين في الداخل أو القوى الثورية في الداخل والإسلاميين المتشددين يرفضوا الائتلاف السوري في الخارج ويروا أنه لا يعبر عن حقيقة الأوضاع على الأرض. هناك مكاسب كبيرة يحققها التنظيمات الموالية للقاعدة في شمال سوريا على الحدود القريبة من تركيا، لا زالت تدفق الأسلحة من تركيا تدخل إلى شمال سوريا لتغيير الوضع على الأرض ومحاولة فرض سيناريو جديد بحيث يدخل الأسد أقل قوة على مائدة التفاوض. هذه كلها لعبة خطرة، يعني رغم كل المحادثات اللي بيجريها الأخضر الإبراهيمي مع المسؤولين الأمريكان والروس الأمم المتحدة وفي العواصم المختلفة، لكن حتى هذه اللحظة انقسام المعارضة والوضع على الأرض بيجعل من فرص عقد جنيف 2 فرصة غير قائمة حتى هذه اللحظة. أنا اندهشت الحقيقة لما قريت نفي قاطع من زعيم جبهة النصرة، نصرة الإسلام أعتقد اسم الجبهة، أنه هو لن يشارك في هذا المؤتمر لأنه لا يعترف به ولن يعترف بنتائجه. هو وجهت لي الدعوة أصلا؟ إن دي جبهة متهمة بالقيام بالعديد من الاغتيالات وأعمال بشعة في سوريا. لا أعتقد أنه جبهة النصرة مدعوة لأي اجتماع من هذا النوع، لأنه القوى الغربية الآن بدلت المواقف، أصبحت أمريكا والاتحاد الأوروبي بينظر إلى أنه ضرورة أن تتوحد، يعني هناك واحدة من السيناريوهات توحد المعارضة مع النظام في سوريا لضرب القوى المتشددة التي أصبحت خطر حقيقي، تنظيم القاعدة اللي هو بيمثله جبهة النصرة. هناك أحد السيناريوهات، بالتالي جبهة النصرة تعلم جيدا أن هناك محاولات لإقصائها تماما للمشهد السوري وليس الجلوس على مائدة التفاوض. وبالتالي يعني تصريح أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة أنه هو لن يشارك دي مسألة شكلية، لأنه في كل الأحوال مشاركته غير متوقعة
هو من ممكن ان يكون هو بيحاول يحط نفسه على الخريطه او يضع نفسه على المائده باعتبار انه مائده التفاوض باعتبار انه طرف رئيسي لكن اغلب الاطراف الموجوده على مائده التفاوض باستثناء يمكن تركيا وقطر بيروا انه جبهه النصره خطر حقيقي على مستقبل سوريا. وبالتالي المشهد معقد. طبعا الاخضر الابراهيمي بيتوقع عقد المؤتمر في يناير الشهر المقبل، لكن طبعا الى الان على الاقل العناصر الرئيسيه لم تتحدد مشاركتها بعد في هذا المؤتمر. على ذكر تركيا، موقع بلومبرج ايضا في تقرير مهم كتبه مارك شامبيون الصحفي الخبير في شؤون تركيا، بيقول فيه انه تركيا تواجه خيارا صعبا قد يستدعي التضحية برئيس الوزراء أردوغان أو التخلي عن صورتها الديمقراطية أمام العالم. وأيضا ذكر مارك شامبيون أن حزب العدالة والتنمية قد وصل إلى السلطة في الأساس بسبب ضجر وغضب الأتراك من فساد النظام السابق، وأن الحزب قد تعهد بالشفافية والمكاشفة أمام الشعب. عدد من الأحزاب المنافسة أستاذ عزت لحزب العدالة والتنمية في تركيا تعهدوا بأن هم سوف يتولوا السلطة بعد رحيل هذا الحزب في انتخابات 2015. ايه توقعاتك بالنسبة لمستقبل تركيا مع هذا الغضب الشعبي من الحزب الحاكم؟ عندنا تطورات اليوم كمان، يعني في قبل الهوى النهارده في تطورات مهمة. أردوغان ألقى كلمة في احدى المدن التركية وهدد بطرد سفراء اجانب، وقال يعني انقلبت الأوضاع على أردوغان وأصبح بعد تدخله في شؤون دول زي مصر ودول أخرى أصبح اليوم هو الذي يهدد سفراء أجانب داخل بلده بالتدخل في الشأن التركي ويرى أنهم يحركون الأحداث ضده. من الأمور التي يمكن ذاق من نفس الكأس يعني ذاق من نفس الكأس، ومن الأمور التي ربما تكون لها أصداء كبيرة في الفترة القادمة، قالت 50 ضابط لعدم إبلاغهم القيادات السياسية التركية بالتحقيقات التي أسفرت عن مداهمة واعتقال 2 من أبناء الوزراء في حكومة أردوغان. هذا الأمر هينظر لي باعتبار أنه تسطر على الفساد. المعارضة أصبحت وجه اليوم أردوغان أيضا تهديد للمعارضة أنه لن يصمت عن محاولاتهم تدمير حكومته. الأمور آخذة في التصاعد، زي ما حضرتك قلت أنه غياب الشفافية والمكشفة أمام الشعب التركي هي واحدة من المآسي التي يبدو أن أردوغان سيعاني منها في الفترة القادمة. أردوغان المنحنى في هبوط، وهناك انتخابات بلدية بعد 4 شهور ربما سيدفع الثمن غاليا. هيكون مؤشر بالتاكيد كمان الانتخابات. ايضا هناك جانب مهم انه احد رجال الدين المقيم في الولايات المتحده اسمه عبد الله جولن، فتح الله جولن الله، هذا الرجل تشير اصابع الاتهام في حكومه اردوغان الى انه وراء التصعيد ضده، وهو كان احد حلفاء الذي ساعدوه في الوصول للسلطه. طيب نختم هذه الجولة المتنوعة بتقرير من وكالة رويترز مرة أخرى، عنوانه وسطاء أفارقة يحاولون تجنب حرب أهلية في جنوب السودان. نص هذا التقرير يقول: قال وسطاء أفارقة إنهم أجروا محادثات مثمرة مع رئيس جنوب السودان سالفا كير في محاولة لتفادي تحول صراع بدأ منذ قرابة أسبوع في أحدث دولة في العالم إلى حرب قبلية. طبعا احنا عارفين إنه سالفا كير رئيس جنوب السودان شك، مجرد شك في انه نائبه رياك مشار بيخطط لانقلاب ضده، فعلى الفور اطلق حملة اعتقالات لمساعديه. رياك مشار هرب، لكن فجأة اندلعت حرب اهلية بين القبيلتين، القبيلة اللي بينتمي ليها سالفا كير اللي هي الدينكا، والنوير اللي بينتمي ليها رياك مشار، وتحولت الامور الى حرب اهلية سريعا في جنوب السودان. السؤال هو: ما تأثير ما يجري الان في جنوب السودان على مصر وتحديدا على ملف سد النهضة؟ يعني أنا عايز أقول أن التطورات الساعات الأخيرة، هناك محادثات جرت بين سوزان رايس مستشار الأمن القومي مع سالفا كير، عقبها تصريحات لجون كيري وزير خارجية الأمريكي بإرسال مبعوث دونالد بوث ومبعوث خاص للولايات المتحدة للتشاور مع أطراف الأزمة. بعدها على طول سالفا كير طلع على التويتر حسابه الخاص وأعلن عن استعداده للحوار مع خصمه مشار. هناك تهديدات واضحة من سوزان رايس لسالفا كير بأنه ربما يواجه موقف صعب إذا استمر الوضع
واستمرت قبيلة الدينكا في استهداف النوير في جنوب السودان. ما يخص مصر أنا أعتقد أنه إحنا قصاد وضع صعب، لأنه الجنوب السودان طرف رئيسي في قصة المياه. هناك مركز أبحاث في جنوب السودان اسمه فاشودة إنستيتيوت، معهد فاشودة، كان قد أصدر تقريرا قبل أسابيع قليلة تحدث عن إمكانية أن تشارك جنوب السودان في مشروع لربط نهر الكونغو بالنيل الأبيض، وهذا سيوفر لمصر الحصة التي ربما تضيع عليها من سد النهضة الإثيوبي. وهناك دراسات أجراها أستاذ في الجامعة الأمريكية لإمكانية تحويل هذا الأمر إلى حقيقة. بالتالي احنا هذه واحدة من الخسائر التي يمكن أن تحدث الفوضى في جنوب السودان، يمكن أن تؤدي إلى إمكانية إجهاض سيناريو من هذا النوع. طبعا الوضع متأزم جدا في جنوب السودان. على الفور بمجرد اندلاع الحرب الأهلية بين الدينكا والنوير سقط تقريبا 400 أو 500 مواطن قتلى ومصابين. هناك 35 ألف من أبناء جنوب السودان يحتموا في مقرات الأمم المتحدة بالتأكيد. لكن الأهم اللي يهمنا كمان أنه في 12 مواطن مصري عالق الآن في جنوب السودان بسبب هذه الأحداث، ونأمل أنه الخارجية المصرية تكون دلوقتي بتجري اتصالاتها لإنقاذهم. على كل حال أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الزميل العزيز الأستاذ عزة إبراهيم على هذه الجولة معنا في أبرز ما ورد في الإعلام الغربي. بهذا تنتهي صحبتي معكم أعزائنا المشاهدين في هذه التغطية. بعد الفاصل تلتقون وزميلي عمرو خرير ليواصل معكم هذه التغطية. إلى اللقاء.